السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصدقائي الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. فأيها الكرام، بمناسبة اللقاء مع أخ كريم محبوب الكل يحبه والله العظيم، ولا نزكي الله أحدا، فلا يسعني أن أقول في حقه هذه الجملة البسيطة: خلك العريش بالجبال مزلوفة مزلوفة، وإلا خفات عليكم يا أخوتي الحبايب خويا علاء معروفة. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت على الهواء يا أخي. لكل الأحباء على الصعيد المغربي وعلى الصعيد العربي، وخصوصا ما يربط بين مدينة العرائش ومدينة القصر الكبير ومدينة أصيلة وطنجة والناحية الشمالية لهذا المحيط، من المحيط إلى المحيط. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته من قلب خالص، ونحن في خدمتكم للمستقبل الجديد للأجيال الجديدة في بلادنا البلد الأمين، بلاد المغرب المعروف بجنة العالم. الله أكبر. ونحن في الخدمة على قدر ما نستطيع ونزيد بمحبة الله الخالصة، لا لأجل ذهب أو لحسب أو لنسب أو لتعليل أو لاستحسان أو للقب أو لشهرة، إنما تأدية خدمة، ونحن لا شيئا أمام بقية خدام الله، ونحن لا سوى أصبعا بين الأيدي كما نعلن دائما، وذرة تراب تحت أقدام. نحن في خدمة على الدوام في سبيل الله دائما أبدا، والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذه الخدمة على قدر ما قدر لنا وعلم، حتى يرفع العلم، علم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في كل أقطار العالم العربي وفي كل أقطار العالم بمحبة الرحمن. ونحن ضيوفه في دياره بين عباده، وخير ضيوفه ما كانوا في خدمة ضيوفه وأنفعهم إليهم، ونحن عباد الله الرحمن. السلام عليكم عباد الله الكرام. جزاك الله كل خير سيدي علاء. نعم سيدي. وددت نعم أن تمتعنا كل الكرام بالنقطة رياضة. نعم رياضة. رياضة بالحقيقة. رياضة بالحقيقة أخي العزيز، هو الرياضة كاين الرياضة على أربعة: الرياضة النفسية، ثم الرياضة الفكرية، ثم الرياضة الروحية، ثم الرياضة الجسدية، وكلهم ينتمون في محطتي ويصبون في عبادة الله عز وجل. سبحان الله. لأن هذه الرياضة في الحقيقة هي حركة وسكون وبإذن الله، وهي قائمة بعلم قائم الذي جاء على ألسن الأنبياء والمرسلين من قديم الزمان وأزله. وقد صارت هذه الأحوال تمضي عبر الأجيال إلى الأبد، وهذا الإنسان دائما في حركة مستمرة عبر الحياة. نرجو الله أن يرزقنا تلك الحركة الطيبة. الحركة الطيبة. أمين. إن الحركة الطيبة في حقيقة هي ذاتها قائمة على عبودية الرحمن. نعم. الرياضة التي قد أوصي بها الشرع. نعم. قد أوصى بها الشرع وأوصى نعم. بها هذه الأمة وأوصي بها هذا الإنسان. الله. هي الجري. الله أكبر. الجري لتصفية هذا الجسد. نعم. من الأضران والميكروبات في الحقيقة، ولجمع النفس الطويل، ولتحريك هذه العصبة عصبة في الله عز وجل سبحان الله العظيم. والسباحة، السباحة كذلك، ثم الرماية، ثم ركوب الخيل، ونحن أهل الخيل والخير. يا على أهل مكة الدراجة الهوائية. الدراجة 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 أنا الدراجة أمتطي على الدراجة. الدراجة الحقيقة هي سباق مع الريح، وهي هي جري في الريح في الحقيقة، وهي يعني بنيان روحي الحقيقة، بنيان روحي. على هذا المباشر كيف شيء مرسوعة الرياضة؟ والرياضة نعم. الحقيقة هي خصها تمارس يعني الحقيقة من العمر. نعم. وما تكونش زمان داك اسمح لي نعم حتى دابا حنا كما كنسميو كل العاب القوى وغير ذلك كنسمعوا بان الرياضه كنسمعوا نلعبوا بروح رياضيه يعني، ولكن اليوم ما بقيتش كنشوف انا هذا الروح الرياضيه. واحد هي الروح الرياضيه الحقيقه، الرياضه الاخلاقيه اخي العزيز. الروح الرياضيه هي ديك الروح اللي كتكون مبنيه على الاداب والاخلاق، مبنيه علميا دابا الكره تاسيسيه بعد الكره في شي ماتش مثلا كيجي واحد كيهرسك، هذا ماشي من الروح الرياضيه، هذا من حقد، هذا كيكون شي بغضاء، شي باغي ينتقم منك الحقيقه، وهذا ما عادش ديك الروح الرياضيه اللي هي كنقول لك مبنيه على الرياضه اخلاق، الرياضه اداب، فهمتي؟ رياضه روح يعني شنقول لك راحبه، يوم لك ويوم عليك، الانتصار يعني لاخيك انت تفرح بانتصاره، وكذلك حينما تنتصر عليه ان يفرح بانتصارك، وما تكونش ذاك العدوانيه، وما تكونش ذاك انت، هذا هي الروح الرياضيه اخي العزيز، هذا الرياضه اخلاقيه، واحد الرياضه مبنيه علميا ماشي جهاله.
انت اخي العزيز، وهذه هي الوصيه يعني، هذه هي الوصيه لجميع الرياضيون. المهم اخر كلمه، حنا تكلمنا في هذا المجال الرياضي، يعطينا واحد شنو غادي نقول لك، واحد التحيه للرياضيون ديال العالم كامل، ماشي غير العالم ديالنا حنا العربيين، حتى العالم العجمي، لان الرياضه هي واحد الجامعه ثقافيه كتجمع يعني جميع الاجناس وجميع الهوايه. صح، في الحقيقه حنا كنذكروكم بواحد الرياضه عندكم تنساوها، الا وهي الرياضه الروحيه. الرياضه الروحيه هي المقابله بينك وبين خالقك. بعد المقابله بينك وبين الخصام والخصوم ديالك في الرياضه، هنا واحد الرياضه اللي هي مبنيه على التصالح بينك وبين خالقك، الا وهي السجود بين يدي الله، فاسجد واقترب كي يقرب لك الحسن. ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. هنا كنوصيكم يعني بالرياضه الروحيه اللي غادي نقول لك هي السكه، هي السكه لهذ القاطره ديال الرياضه اللي هي جسديه او نفسيه او فكريه، باش تمشي في ذاك المسار ديالها اللي هو حقيقي، وتكون متزوده بالقوه اللي هي حقيقيه. جزاك الله خير. فزادهم الله قوه على قوه وايمان على ايمان. اذا فاسجد واقترب يقرب الله لك الاشياء، واجتهد ما استطعت وجد، فتعالى جد ربك الذي لا ينفع مع جد ولا ينفع مع جده جد في هذا الامر، ويبقى الامر لله العظيم. عليكم يا اخي ان تواصلوها بالطاعات كي يجعل الله الاشياء في طاعاتكم، وهذه هي الحقيقه. وطلبوا الله يا النحله يا النحله يا النحله، هذه اغنيه زعما كدل على داك الشهاد اللي كيكون عامر وكيقطع، احسن ما يكون داك الشهاد خاوي بقى صلاح. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهذه خدمه في منظور يعني اش غادي نقول لك، المنظور الاجيال المقبله، باش تكونوا انتم على اسس وبنيان مرصوص، وهذا هو الاساس، وعلى حبل متين. ونطلبوا الله تعالى وتبارك ونحن في هذا البلد الامين اللي هو الدستور ديالو القران الكريم، نكونوا دائما على هذه المبادئ القيمه الى يوم القيامه، باش تكون عندكم دائما القمه مرفوعه وجليله في العالم كله، وترفعوا معها الرايه المغرب اللي هي دماء اجدادنا، وهي رايات حمراء مسقية بدماء الشهداء، والوسام الأخضر ألا وهو الطريق إلى الجنة والنعيم والذكرى الخالدة أبدا. تحية تحية، السلام عليكم. مجلنا ودنا وكم مرنا ورزنا على بركة الله. شوية ديال المغرب.